وننتقل لمراسلتنا دانا أبو شمسية من القدس المحتلة. أهلا بك دانا. إذا يعني على ما يبدو بأن هناك أهداف نوعية استهدفتها قوات حزب الله في مناطق مختلفة من إسرائيل، ما الجديد لديك؟ نعم بالفعل هنالك صفارات الإنذار التي كانت قد ضوت في أكثر من مكان، لربما إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث أنه منذ 8 أكتوبر هذه أول مرة تصل الصواريخ إلى زاخرون يعقوب، وهي التي تقع في قضاء حيفا ومن المناطق التي استهدفت في الصواريخ المنطلقة في الرشقة الأخيرة من قبل جنوب لبنان. تتحدث إذاعة جيش الاحتلال على الأقل على 5 اعتراضات، فيما سقطت بعض الصواريخ وفشلت القبة الحديدية في التصدي لها. في المجمل القناة 12 الإسرائيلية كانت قد تحدثت عن اعتراض 10 صواريخ على الأقل في ضواحي حيفا الجنوبية ووادي عارة، وكان هنالك 5 اعتراضات في سماء مرج بن عامر. كذلك الحال كانت صفارات الإنذار ليست فقط دوت جنوب حيفا، بل إنما كانت قد دوت في مجموعة من البلدات والقرى العربية المحيطة في حيفا. نتحدث عن عسفيا، الدالية، بلدات أخرى، وادي عارة وغيرها من هذه البلدات. تزامنا مع صفارات الإنذار هذه كان هنالك صفارات إنذار تدوي جنوب الجولان المحتل أيضا خشية تسلل مسيرة. يبدو أن تأكيدات رسمية إسرائيلية في متعلق الاستهداف الذي كان صبيحة هذا اليوم بأنه كان موجه إلى مقر الموساد، ويقول وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا المقر وهذه الجهة هي المسؤولة عن تنفيذ عملية الاغتيال. لذلك ينظر إسرائيليا إلى الصاروخ البالستي أرض أرض الذي انطلق في صبيحة هذا اليوم من جنوب لبنان إلى مقر الموساد على أنه كجزء من الردود من قبل حزب الله على عملية الاغتيال، خاصة أن هذا المقر هو المسؤول اتخاذ مثل هكذا قرارات. في التطورات الميدانية أيضا كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قالت في الرشقات الأخيرة شهدنا محاولة لقصف إحدى منشآتنا الاستراتيجية، وهي جزء من الأهداف الإدارية المدنية التي كان قد هدد حزب الله في استهدافها لضرب البنية التحتية الإسرائيلية. نتحدث عن حقول الغاز، عن الطاقة، نتحدث عن الكهرباء، وهي من الأهداف المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير وتشل الحياة بشكل كامل في المناطق عند الحدود الشمالية. ولكن شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت قد أوضحت أنه في المنشأة المستهدفة كانت الشركة قد ثبتت وسائل حماية في وقت سابق حالت دون تعرضها للأضرار. هذا نعم. يعني بأنه بالفعل كان هنالك استهداف لهذه المنشأة الاستراتيجية التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. لكن دانا، على الرغم من أننا يعني نعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يعني يعلن حجم الخسائر والضربات الأهداف، معنى هل حققت فعلا خسائر نوعية أم لا، ولكن على الأرض هل هناك مؤشرات تدل على أن فعلا هناك خسائر من هذا من نوع يعني أضرار في شركة الكهرباء أو حتى بعض المقار التابعة للجيش، بعض المناطق، المنازل؟ لا أدري، يعني هناك الكثير من التفاصيل بهذا الموضوع، وخصوصا أن يعني خلال الأيام الأخيرة تداولت العديد من الأنباء التي تتحدث عن مثلا انقطاع التيار الكهربائي في منطقة أو أخرى، وبالتالي يعني انقطاع التيار الكهربائي تكرر خلال الاستهدافات الأخيرة لحزب الله. هل هذا من الممكن أن يكون مؤشر أم يعني أنه فعليا لوجود ضربات حقيقية؟ يعني انقطاع التيار الكهربائي الذي كان قد شهدناه في الأيام السابقة كان جزئيا في مناطق معينة جراء الحرفات المتواصلة وخاصة في المناطق الحدودية الملاصقة لجنوب لبنان، ولكن ما حدث اليوم مختلف. اليوم نتحدث عن منشأة استراتيجية تابعة لشركة الكهرباء، ربما هذه تولد الطاقة الكهربائية في المنطقة. ضربها في طبيعة الحال يختلف تأثيرا عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق التي وصلت في فضاها الصواريخ إليها، ولكن كما اعتدنا على الجانب الإسرائيلي لا يكون هنالك الخسائر.